الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالصحة والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا، ولك الشكر كثيرا، على ما أنعمت وأعطيت كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما،
خيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه محمد الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا بالإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما ونفصحها كلاما ونبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم أسكننا به الظلل ودفع عنا به النعم
العام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي لهم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه في النار يا واحد يا قهار. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية ومن الذل إلى العز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام. اللهم ها قد حضرنا ختم كتابك يا ربنا لذنا بجنابك. اللهم ها نحن حضرنا ختم كتابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا عن بابك. فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام. اللهم إنا نشهدك بخطايانا وذنوبنا. اللهم إنا نشهدك بخطايانا وبذنوبنا نعترف إليك بتقصيرنا. اللهم نحن أهل الذنوب والمعاصي فتقبل توبتنا وأرسل حوبتنا واجعلنا من كل ذنوبنا وخطايانا كيوم ولدتنا أمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه ولا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا
اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارض عنهما، اللهم ارحمهما، اللهم اكرمهما يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام. اللهم اغفر لازواجنا، اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا، اللهم اصلح لنا ابناءنا وبناتنا، اصلح لنا ازواجنا، اصلح لنا ازواجنا، اصلح لنا اولادنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحمهم بعينك التي لا تنام، واحمهم بعينك التي لا تنام، واحمهم بعينك التي لا تنام. اللهم اغفر لأحبابنا ولأقاربنا ولشيوخنا وللعلماء والدعاة فينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنا في إخواننا في سوريا، اللهم أذن إخواننا في سوريا، اللهم أذن إخواننا في سوريا، اللهم ما لهم إلا رحمتك، اللهم ليس لهم إلا عطفك وكرمك، اللهم ففرج كربهم ونفس همهم واقض حوائجهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الجبار، اللهم أنت المنتقم، اللهم فانتقم لنا ولهم من الجبار بشار، اللهم اقسم ظهره، اللهم أزل دولته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أبدهم مددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم احفظ أقصانا، اللهم احفظ أقصانا، اللهم احفظ أقصانا. يا ربنا فرط به المسلمون، يا ربنا فرط به المسلمون، فرط به قادتنا يا رب العالمين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم احفظ أقصانا بحفظك، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل المنام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارفع عنهم حصارهم، اللهم ارفع عنهم الحصار يا رب العالمين. اللهم امدد لهم بمدد من عندك،
اللهم فرج كربهم ونفس همهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في العراق وفي ليبيا واليمن وفي بورما وأفغانستان وأفريقيا ومصر وفي كل بلد إخواننا يهانون فيه ويظلمون فيه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا دينا إلا قضيته ولا بعيدا إلا قربته ولا كربا إلا فرجته ولا هما إلا نفسته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا أنصفته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة والدين إلا قضيتها لنا ويسرتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام. اللهم أعط كل منفق خلفا اللهم أعط كل منفق خلفا اللهم أعط كل منفق خلفا. اللهم اجز خير الجزاء من تصدق بأمواله اللهم اجزهم خير الجزاء بارك لهم بأموالهم بارك لهم بأموالهم وعوضهم خيرا يا رب العالمين. اللهم اجز خير الجزاء من خدمنا في مسجدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجز خير الجزاء من خدمنا في مسجدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجز خير الجزاء من خدمنا وتفضل علينا في مسجدنا هذا يا رب العالمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم بارك لهم بأوقاتهم وارزقهم ووسع عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لخدمة دينك اللهم وفقنا لخدمة دينك ولرفعة رايتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام اللهم إنا بين يديك واقفون اللهم إنا بين يديك واقفون اللهم إنا بين يديك واقفون ولرحمتك إلهنا راجعون اللهم إنا إلى رحمتك إلهنا راجعون اللهم فارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومضانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها رمضان قد ولى وانقضى اللهم ها رمضان قد ولى وانقضى اللهم فاجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم لا تجعلنا من المطرودين يا رب العالمين لا تجعلنا ممن صام إلهنا فجاع ولا تجعلنا من
اللهم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك الهنا ما اكرمك، سبحانك الهنا ما اجودك، سبحانك الهنا ما ارحمك. ذنوبنا اليك صاعده ورحماتك علينا نازله. اللهم فاقبلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخزنا يا ذا الجلال والاكرام، توفنا مسلمين واحشرنا مع الصالحين. اللهم واسقنا شربة هنية من يد سيد المرسلين. اللهم واجعلنا معه في الجنان، وارزقنا رؤية وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين على ما أنعمت يا رب العالمين، على ما أنعمت وأسدلت من جزاء ومثوبة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام